موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ثم ذكر منته على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الناس، حيث أنزل الله قرآنا عربيا بين الألفاظ والمعاني لتنذر أم القرى وهي مكة المكرمة ومن حولها، أي من قرى العرب، ثم يسري هذا الإنذار إلى سائر الخلق، وتنذر الناس يوم الجمع، أي الذي يجمع الله به الأولين والآخرين يوم القيامة، وتخبرهم أنه لا ريب فيه، وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين: فريقا في الجنة وهم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وفريقا في السعير وهم أصناف الكفرة المكذبين. ومع هذا فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على الهدى، لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء، ولكنه أراد أن يدخل في رحمته من شاء من خواص خلقه، وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح فإنهم محرومون من الرحمة، فما لهم من دون الله من ولي يتولاهم فيحصل لهم المحبوب ولا نصير يدفع عنهم المكروه. والذين اتخذوا من دونه أولياء يتولونهم بعبادتهم إياهم فقد غلطوا أقبح غلط، فالله هو الولي، أي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات، ويتولى سبحانه عباده عموما بتدبيره ونفوذ القدر فيهم، ويتولى عباده المؤمنين خصوصا بإخراجهم من الظلمات إلى النور، وتربيتهم بلطفه وإعانتهم في جميع أمورهم، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، أي هو المتصرف بالإحياء والإماتة ونفوذ المشيئة والقدرة، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. في هذه الآيات بيان نعمة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة بهذا الوحي: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. فهذه اللغة أشرف اللغات ونزل بها أشرف الكتب. ثم بيان وظيفة هذا الكتاب وهذا الرسول لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، لينذر الناس عذاب الله فيتقوا ذلك بالإيمان به وترك الكفر، ويبشر أهل الإيمان الذين آمنوا بالله برحمة الله بهم في الدنيا والآخرة ودخول الجنات. كذلك الإنذار أو إنذار الناس يوم القيامة حتى يستعدوا له، وهو اليوم الذي يجمع الله عز وجل الناس فيه للحساب، وهذا اليوم لا شك فيه لا ريب فيه. وفي هذا اليوم ينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وهم أهل الإيمان ممن آمنوا بالله واتبعوا الرسل، وفريق في السعير هم الذين كفروا بالله عز وجل. وقوله: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، يعني جمعهم على الهدى، ولكن عم سبحانه وتعالى أو عمم الدعوة للجميع، فمن آمن واستجاب للأنبياء والرسل فهذا نالته الرحمة، ومن كفر وأعرض وتولى فهذا اختار لنفسه الشقاء
ونفذ فيه قدر الله سبحانه وتعالى. لذلك نجد آيات القرآن تبين أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. الله عز وجل كما قال في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام، أي الخلق جميعا، ثم بعدها: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك في قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهؤلاء أتتهم الدعوة فأعرضوا عنها، فقلب الله عز وجل قلوبهم وصرفهم عن الهدى، فاختاروا ما اختاروه والعياذ بالله تعالى. لذلك قال: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل وعبدوا غيره واتخذوهم أولياء يتولونهم ويستنصرونهم ويدعونهم لقضاء الحوائج من دون الله عز وجل، هذا هو الشرك بعينه. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هو الولي، هناك الولاية العامة لجميع الخلق بالتدبير، فالله عز وجل خلق الخلق وهو الذي يدبر أمورهم، خلق السماء، خلق الأرض، أنزل المطر، أحيا الأرض بالمطر، أنبت النبات، وغير ذلك من صنوف التدبير. وهناك الولاية الخاصة لأهل الإيمان، يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، يهديهم إلى ما يقومون به ويفعلونه من الطاعات ويعينهم عليها ويدبر لهم أمورهم ويعينهم على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم. وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فهو وحده الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى علوا كبيرا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.